لا بيده تفقد ولا بيده سلاح، طالع مخلي عرض روحه للناس ومعرض روحه للاحزاب وشايل له علم. من يتخذ واحد يا هيك اجراء، احنا اتفقنا ذول المجتمع اللي احنا اولادكم، احنا بينا الساده المشفوين كلهم ويانا بالمظاهرات، بينا العشائر كلها، احنا خلينا 50 مليون وهذن ال50 مليون كرامه لكل متظاهر. انتم ظليتوا ساده، اذا عندكم جواب جاوبوا، واذا ما عندكم جواب انا كمل. اليوم 24/12/2019 تم تهديد مبلغ ثانية على كل من يعترض على يعترض لمتظاهر أثناء قطع الطريق بالسب أو الشتم أو التعدي أو حمل السلاح أو الدهس، فسيكون الفصل 50 مليون دينار عراقي باجتماع شيوخ ووجهاء النجف العشرة ممثلين ساحة الصدرين اليوم 24/12/2019.